مع كل مرة عيوننا بتبص في اتجاه في مصر، سواء في الشرق أو في الغرب، في الشمال في الجنوب، هنلاقي نفسنا بنبص على لوحة فنية فريدة مميزة ليها طابع بصري خاص مش هتلاقيه بس موجود غير في مصر بلدنا. على مر التاريخ هنلاقي إن الفنون دي مرت في عيون أهل مصر وشعبها العظيم وناسها اللي عاشت حياتها ما بين الفن والثقافة والإبداع رغم تنوع الثقافات والعادات. ويمكن التنوع ده هو اللي كون الهوية البصرية المصرية العظيمة اللي موجودة في كل مكان في بلدنا الجميلة. وزي ما الهوية دي كان ليها اللي بيوثقها في بداية التاريخ، شباب مصر النهاردة وبدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المعنية في مصر بيعملوا على تأكيد جمال مدن مصر المختلفة وخلق الهوية البصرية الفريدة اللي بتعكس تاريخ وجمال كل مدينة من مدن مصر العظيمة. السيد الرئيس، السادة الحضور الكريم، نستمع الآن إلى عرض للهوية البصرية الجديدة لمحافظة أسوان يقدمه شباب الجامعة الألمانية. مساء الخير سيادة الرئيس، مساء الخير السادة الحضور. يشرفنا ويسعدنا أننا نقدم لحضراتكم النهاردة مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان اللي هو جزء من مشروع كبير قوي لعدد من محافظات مصر. أنا ياسمينة صالح، رئيس فريق في مركز هوية مصر. الفريق اللي معايا ده هو جزء صغير من فريق كبير قوي من كوادر الجامعة اللي بيعمل بجهد جامد علشان نقدر نكون واقفين قدام حضراتكم النهاردة. الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة ده ما كانش هيكتب له النجاح ولا كان هيشوف النور إلا بإيمان سيادتك بالمصريين وبالذات إيمانك ودعمك لشباب مصر. حضرتك أتحت لينا الفرصة إننا كشباب نشارك في إعادة صياغة الهوية البصرية لمحافظات مصر. المشروع ده ما كانش هيتم غير بالتعاون مع الجهات المعنية، دولة مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع أنا أسفة بقى بس الوقفة قدام حضرتك ليها رهبة رهيبة وده كان حلم بقاله كتير قوي. وما اقدرش انسى طبعا وزارة التربية والتعليم العالي. المشروع ده قام بتنفيذه الهيئة الهندسية، وطبعا ما نقدرش ننسى دور المحافظة خلال الرحلة البحثية للمشروع. الاول عايزة ابدأ باني اشرح سريعا لحضراتكم ايه هي الهوية البصرية. الهوية البصرية هي تعريف لطابع المدينة، صورة بنرسمها من خطوط وألوان تظهر عظمة وجمالة أي مدينة. لكن احنا النهاردة بنتكلم عن أسوان، أعظم حضارة إنسانية عرفها تاريخ البشرية. الصورة اللي هنرسمها دي لازم تربط ما بين الحضارة العظيمة اللي كلنا بنعتز بيها وبالازدهار اللي احنا شايفينه في مصر النهاردة. الهدف هو إبراز الهوية اللي عمرها آلاف السنين. المواطن لما يحس بالفخر ويشوف نفسه في أحسن صورة هينقل الصورة دي للعالم كله. أسوان أرض الذهب. إحنا النهاردة من خلال الهوية البصرية عايزين نحكي حكاية أسوان، حكاية أرض الذهب، الأرض اللي ناسها وتاريخها وحضارتها وترابها من ذهب. عشان كده إحنا رجعنا لأصلنا واستندنا لقدمائنا المصريين في طريقة رسمهم للذهب. الشعار بتاع أسوان
مرسوم بحروف بتعكس شخصية وهوية المكان البسيطة بشكل معاصر. فحرف النون مستوحى من شكل القلادة اللي هي رمز الذهب في اللغة الفرعونية، والنقطة بتعبر عن الشمس الذهبية لأسوان. بدأنا بعد كده نحدد الألوان اللي مستوحاة من تاريخ وطبيعة المكان، زي شمس أسوان الذهبية، نيل أسوان الزهري، والمعابد والحرف بألوانهم المبهجة. حابين نوصل إن أسوان هي أرض الذهب، وإن حضاراتها من ذهب، وإن حرفها من ذهب، وإن ناسها من ذهب. بدأنا بعد كده نرسم رسومات بتعبر عن العناصر الأساسية، وأول عنصر هو أهلنا، أهل أسوان. كمان بدأنا نرسم مقومات أسوان زي نهر النيل اللي بيلعب دور كبير قوي في جمال وطابع المدينة، وشمس أسوان الذهبية، وأرض أسوان الغنية. الرسومات دي بنشوف فيها المعابد اللي بتبهر العالم كله، والمعالم السياحية اللي مفيش زيها في حتة تانية. الرسومات دي كمان بتظهر طبيعة الحياة الغنية بثقافاتها المختلفة من موسيقى وحرف، بتخلي السائح مرتبط بالمكان وعايز يرجع له تاني. بالنسبة للصور، فصور أسوان بتتكلم عن نفسها، وكانت من أسهل الوسائل اللي استخدمناها لإبراز جمال المدينة. هنعرض على حضراتكم دلوقتي تصوير لتطبيق الهوية على المحاور المختلفة للمدينة. قسمنا المحاور دي على شكل رحلة بيمشي فيها السائح من أول ما بيوصل للمدينة ولحد ما بيغادر. عشان كده لو بنقسم تطبيق الهوية على محاور بتبدأ برحلة، فأهم حاجة في الرحلة نقطة البداية اللي هي بتبدأ من السكة الحديد أو المطار. عشان كده كنا حابين إن في وسائل الدعاية والإعلان اللي موجودة جوه المطار تبقى بتشرح الصورة اللي احنا لسه موضحينها لحضراتكم دلوقتي، تبقى بترحب بالسائح وترحب بالزوار. السائح لما يوصل المطار ويشوف الصورة دي هتترسخ في عقله الباطن، وهتغير الطريقة اللي بيبص بيها على المحافظة في خلال رحلته. وسائل الدعاية والإعلان مش بس مهمة جوه المطار والسكة الحديد، هي كمان مهمة إن من السائح أول ما يغادر المطار أو السكة الحديد طوال ما هو ماشي في الشارع يقدر يشوف نفس النمط ونفس الصور اللي هي رحبت بيه أول ما وصل المدينة. بعد كده السائح بيمشي في رحلته في الشارع وبيوصل للمعابد. أول ما بيوصل للمعابد بياخد التذكرة اللي هي معمولة بتصميم بنفس التصميم اللي رحب بيه في أول ما وصل المحافظة، وده بيكون زي تذكار السائح يكون عايز ياخده معاه ويحتفظ بيه. من نفس الألوان والرسومات دي صممنا زي موحد للعاملين بداخل المعابد، بحيث ان السائح يشوف نفس الهوية ويحس ان ده شخص هو يقدر يطمن له ويسأله في اي حاجة هو حاببها. كمان فكرنا في رحلة السائح جوه المعابد، عشان كده صممنا شكل موحد للوحات الارشادية داخل المعابد عشان تسهل، مبنية على اسس علمية عشان تسهل للسائح رحلته جوه المعبد. بعد ما السائح بيغادر المحاور دي بيركب وسيلة مواصلات، سواء كانت التاكسي أو الأتوبيس أو الفلايك. وبكده لما الهوية تكون متطبقة على النقط دي هتقدر إنها تكون بتمشي في المدينة وبتنتشر، وهتكون موجودة في كل شوارعها. أخيراً وليس آخراً، السلع التجارية. لو قدرنا نحقق الصورة دي والسائح حس ان الهوية البصرية هي جزء لا يتجزأ من رحلته خلال رحلته في المحافظة، هيبقى عايز ياخد حتة منها وهو مروح، وده هيخلي فيه انتشار للهوية داخل وخارج مصر. اللي عرضناه على حضراتكم ده صورة معاصرة
تليق بمدينة عريقة زي مدينة أسوان. لما الصورة دي تكون متطبقة في المحاور اللي عرضناها على حضراتكم، هتترسخ في عقول الناس وهتغير نظرتهم للمكان، وهتسوق لمصر باللغات السياحية، لغات العالم كله. إحنا مصر، إحنا أصحاب الحضارة، ودي أرض الذهب.